من قبل اخويا كنت خدام، انا كنت كندير تبنيت وخدام بخير، ما حاس ما ضان. واحد الوقت كتجيني واحد الحاله ما كنبقاش نشوف بعين وحده مده سيمانه، ملي كتبدا تشافى شويه كتمشي ليا العين الاخرى، وما عنديش ديك الساعه الامكانيات زعما يعني، وما مطورش الوقت باش عارف راه يعني راه مرض. كنقول عا شي حاجه ديال الغبره ولا شي حاجه وقعت ليا، ما كنمشيش كناخذ شي دقطيره عاديه. ويني واحد الوقت صافي ولا كيأثر في هذا المرض بزاف، صافي اتجهت للطبيب، مشيت للسبيطار ديال المخزن، شاد الرانديفو هادي باش نعسو هذا. بقيت كاين الماطل شويه الوقت ديال التماطل، سير ما كايناش البلاصه هادي. ملي رجعت شدوني فاش دخلت مشى ليا الشوف، ضرب ليا داك المرض، ضرب ليا العوينات بجوج، ضرب ليا وحده تقبل ليا ليا الشبكه ديال العين الداخل، ما تنجحش فيها العمليه. والثانيه قتل ليا العرق ديال الشوف، ما بقيتش كنشوف بها دابا، غير الخيال اللي كيبان ليا قدامي شي شويه وصافي. هادشي لي هذا هو السبب باش مشاو ليا العوينات. وانا كنطلب منهم المساعده، راح نتخوم المواطن درويش وما في حالوش، وكان خدام كيعاود لكم، وانا دابا تندوز من واحد الحاله يؤسه بزاف، عنده حتى انا غير كاري. دابا نيت حاليا مكونطع ليا 5300 درهم ديال الكرا باش خصني نخلصها، وخواني مول المحل الدار ودار معايا ورقه على ايد عدليه فيها 3 شهور ونص ديال 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 باش نادي ليه الواجب، وخرجني من المحل ديالو. خرجت يعني انا لقيت غير هاد السيد هذا اللي هو هذا اللي جالس عنده دابا، هو كيجي للمدام خال ما كيسكن برا في دوار ايطاليا، وعنده هاد السكينه ديالو كيستمر فيها في الصيف. قال لي ما كاين مشكل، ملي بقيت في الزنقه سير خوذها استغلها، على ما ندخل انا في هاد شهر 7 غادي يدخل. دابا خصني نخوي ليه المحل ديالو، هو عاطي ليه، هو هذا اللي كنصور فيه دابا كيشوفوني فيه هاد الاخوت هادو، راه الفريج ديالو مجموع. وبالنسبه للمدام اللي هي تخدم تجيب لقمه ديال العيش، مريضه ليا دابا حاليا، شاده الفراش حاليا مريضه، ديتها للسبيطار، وهذاك الشيء ديال السبيطار البنو رشد زادوا الدم، ديتها في واحد الحاله يوسى بها بلا بيلانس فاش داوها ليا، ونعسات في السبيطار تما وزادوها الدم. ومهم خرجوها، طلبوا ليا واحد التلفازه نديرها على برا اختصاصي، المهم تقريبا قالوا ليا شي 20000 ريال دايره. وخرجت من عند التكاليف ديال السبيطار ما خلصتهاش، يعني قاتلين عليا 2000 درهم، حنت قال لك زادوا الدم وتحاليل وسميتو والتلفازه وداك الشيء، المهم قتلوا عليا 2000 درهم، باقي نشادي لها لاكارت ديالها وفوتوكوبيت لاكارت ديالي انا، والله ما خلصتها وسميتو. وبالنسبه للوليدات مكرفس معاهم بزاف، تيجي العيد ما هو عيد، ما كنعيدش بحال الناس، كتجي العواشر كذا ومثال، كيجي الدخله ديال المدرسه الناس كتشري الكتوبه كتشري هذه، انا ما عنديش شي نشري ليه وشي كيبقى هكاك. وانا نداء تنوجه لخوتي المحسنين والمحسنات يتعاونوا معايا وياخذوا الفيديو ديالي بعين الاعتبار، الله يجعل لهم في الميزان المقبول. واللي بغى يتعاون مع خو المسلم، النمره ديالي هي 06 63 25 69 01.